مسألة النجوم، الله يخليك تسلم. مسألة النجوم حقيقة وفاتهم بهذه الطريقة حقيقة هو بالتأكيد يعني لا يمكن أنه الإنسان كلمة أو كلمتين أو أقول شيء تجاه هذا النجم أو ذاك من الممكن أن يفي بالغرض. حقيقة النجوم قدموا للبلد الشيء الكثير، لذلك من حقهم على البلد أنه يعني على أقل تقدير أنه يرد الدين لهؤلاء اللي يعني حقيقة قدموا كل ما عندهم. أيضا النجوم يتمتعون بشعبية كبيرة، لذلك هذا يجب أن يكون في الحسبان. الوزارة الآن كما تعرف العين بصيرة واليد قصيرة، كون يعني الوزارة ماليا لا تستطيع أن تقدم شيء، هذا من ناحية، وحتى وإن استطاعت تقديم شيء عندما تقر الميزانية يعني هذا مبلغ من المال من الممكن يعني أن ينتهي بعد يوم أو شهر أو أسبوع أو سنة. من الممكن أنه ترد الدين الحكومة أصلا، الحكومة وليس الوزارة، الوزارة بصفتها جهة حكومية من الممكن استحصال موافقات حكومية من أجل يعني حقيقة خدمة عوائل هؤلاء النجوم وتلبية جزء يسير من متطلباتهم، وهذا بالتأكيد حقيقة لم يخفى يعني عن بالنا، لكنه بالتأكيد يعني يحتاج إلى يعني وقت من أجل تنفيذه. نعم.